فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في شاي السكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجيلكوا تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم، ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده، حمر اللحمه واجيلي. لا لا لا، تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا اعمل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسليه. هو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركبي. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا بتخرب. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي، ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض.
محروس عايز ايه؟ محروس الحقني يا اخويا، انا اخوك الحقني. يا محروس يا محروس الحقني الحقني يا اخويا. يا محروس فيها صلاح الحقني. ام صباح، ام صباح وقعت من طولها. الحقني الحقني وقعت ايه؟ الحقني وقعت دلوقتي؟ ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل. وما اخبيش عليك، لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل ماشي الاسعاف. الحقني بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف، عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي؟ قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا، هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس بسرعه. يلا واحد الا خير. نعمل خير خير. طف يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا ايه اللي في الدنيا؟ دينا جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد الا خير. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. تعالى